ورجعنا تاني في بيت أميرة وأحلى الفقرات بعد ما سمعنا الفيديو. متشكرين برضك للأستاذة منى معانا، بجد كانت فقرة جميلة، وياريت كل الناس تعمل الجمعيات دي، بجد هتساعد ناس كتيرة جدا. ومعانا بقى في فقرة جميلة جدا وممتعة اللي مشرفاني ومنوراني الأستاذة منار الليسي من الشباب المتفوقة، اللي بجد دي اللي بيقولوا كسروا كلمة مستحيل، ما عندهاش مستحيل، وهنعرف دلوقتي ما عندهاش مستحيل ليه. ازيك يا قمرايا؟ منوراني. الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. لو قلت لك ازاي كسرت المستحيل؟ والله انا كنت مقدمه فنون جميله، وللاسف سقطوني في امتحان القدرات. بعد اللي حصل ده انا احبطت وما بقتش برسم. الموضوع كان صعب عليا قوي. قلت ليه بقى هفضل ارسم طالما مفيش حاجه تدعمني. بعد كده قابلت شخص دعمني جدا، النحات الكبير نزيه رشيد. بنوجه له الشكر طبعا، يعني بوجه له كامل الشكر والله. دعمني وقال لي دي مش نهايه الدنيا فعلا، وان في رسامين كتير اشتهروا برسوماتهم، ومش لازم يكون عن تخصص ودراسة، وأعمالهم هي اللي شهرتهم. والحقيقة ده خلاني اتجرأتي بقى واخدتي ان انت خلاص هتجربي وهتسعي ان انت تكوني. أيوة، وبصراحة ساعدني، شجعني ان انا ادخل مركز للفنون التشكيلية. قال لي هناك هتتعلمي كل انواع الفنون، الرسم الزيتي والنحت كل حاجة. بس للاسف يعني بسبب فيروس كورونا ما قدرتش اروح. لكن يعني باذن الله. احنا معانا برضك صور ليكي هتتعرض برضك في الفقره. بقول لك، تفتكري ايه اللي يساعد الموهوب اللي زيك؟ يعني ايه اللي يشجعه اكتر؟ يا ريت الحكومه تدعمهم اكتر من كده، يعني الدوله تدعمهم اكتر من كده. الحقيقه المهندس وليد شعلان عمل حاجات كتير تساعد الموهوبين، وعمل معرض ده ساعد في انه يظهر موهبين كتير، بس برضو احنا محتاجين ان الدولة تدعمنا اكتر من كده. الرسم عندك بقى موهبة ولا لا؟ الحقيقة موهبة، يعني ما درستيش حاجة لسه يعني خالص؟ يعني كل ده مجهود ذاتي ما شاء الله. احنا برضو عايزين نوري الجمهور، لو تمسكي بقى بورتراتك الحلوة ما شاء الله. يا ريت الكاميرا تقرب اكتر، ارفعي شويه كده. ايوه كده جميله، لو اكتر شويه علشان الاضاءه. ايوه كده. دي كلها اشخاص معروفه ولا دي في منهم ناس طبعا يعني في منهم اشخاص معروفين وفي منهم ناس مش معروفه؟ مش معروفه. تمام، الاضاءه مش واضحه. تمام، جمال جدا جدا. يعني نفسك تكوني ايه بقى في المستقبل؟ يعني ده ممثل؟ ده الفنان حسن الهلالي. يعني هو اللي قال لك ارسمي صح؟ هو اللي طلب مني البورتريه ده. نفسك تكوني ايه بقى؟ يعني حاسه ان انت الموهبه هتكون عندك طاغيه عن طبعا أي حاجة؟ ده لا دي ايه ده؟ دي مفاجأة. دي مفاجأة. البورتريه ده انا كنت عاملاه هديه ليكي، للاسف يعني ما كملتوش، ما لحقتش، الوقت ما اسعفنيش. تسلمي لي. كنت هعمله طابلو. جميل جدا، تسلمي لي. المهم يكون عجبك. لا والله جميل، عايزين نشوفه اكتر برضك. تشوفي لو ترفعي زي ما هو كده. يا جماعه انا بشكرك جدا والله، جميل يا منار، تسلم ايدك يا رب. جميل ما شاء الله. الفنانه شريهان. شريهان عسوله. جميل رسمك. لا رسمك ما شاء الله تحفه. الالوان دي بتجيبيها مخصوص ولا الالوان العاديه اللي احنا بنرسم بيها؟ لا مش اي الوان دي. يعني الوان في تخصصات بقى، في الوان وفي انا طبعًا. عرفت كمان اللي في درجات من الاقلام الرصاص طبعا كل قلم ليه درجه وليه مهمه خاصه في الرسم. في درجات هاديه دي للتخطيط الاولاني اللي انت بتشكلي لسه اللوحه. ايوه التخطيط الاول، وبعد كده بقى
بكمل بقى بقفل بالالوان الغامقه. يعني نفسك تكوني ايه بقى برضك في المستقبل؟ ما جاوبتنيش. أيوة. بحيث ان احنا عايزين هنشوف فنانه كبيره طبعا بإذن ان شاء الله. باذن الله اكون فنانه كبيره وافتح معرض باذن الله لرسوماتي. يعني انت يعني كان نفسك اصلا من الاول من البدايه وانت صغيره لسه نفسك تكوني رسامه ولا كان حلمك ايه؟ لا انا كنا نفسنا ده انا نفسي اكون دكتوره، ده انا نفسي اكون مهندسه. لا ده حلمي من البدايه. لا والله والله يعني من صغري وانا كنت برسم. الحقيقه والدي كان بيزعق لي لاني كنت بسيب دراستي وعلى طول مشغوله بالرسم. حد عندك اصلا موهوب بالرسم يعني؟ ايوه والدتي يعني كمان. ايوه دراسه. احنا بنشكرها بقى، ده هي سبب وجودك ان شاء الله يعني، وسبب وجود بقى فنانه كبيره على مستوى العالم ان شاء الله. بجد انا يعني. انا بشكرها من كل قلبي لوجودها جنبي دايما وبتدعمني دايما معايا، ربنا يخليها لي. يا رب يا رب، يا رب. ويخلي كل الامهات دايما والله تعبينهم معانا دايما. يا رب. ايه بقى وجه احساسك يعني انت كنت اول حاجه تبيعيها كده، ايه احساسك وانت بتبيعيها يعني؟ الحقيقه الموضوع مش حكايه مادي ولا فلوس. بتبقي فرحانه ان تعبك بقى يعني؟ فرحتي بفرحه الشخص اللي بيستلم مني الصوره. لما بشوفه لما بشوف فرحته دي بجد بفرح يعني. بقى انا واثقه من رسمي وكل حاجه، بس برضو احساس فرحتي بتطغى بقى عن اي حاجه تانية. ايوه طبعا، حتى لو حاجه بسيطه يعني حاجة. ان اكون سبب بسيط في فرحته في استعاده. ده بصراحه يعني جميل، حاجه جميله يعني. هو انا انبسطت والله في صورتي جميله، تسلمي لي يا رب. تسلمي لي يا حبيبتي. طب ايه الصعوبات اللي واجهتك بقى وانت بقى فنانه كده؟ بصراحة موضوع سقوطي في امتحان القدرات ده أكتر عقبة وقفت في حياتي. ما قدرتش أدخل الكلية اللي نفسي فيها ولا حاجة تدعمني دراسة. بس يعني حد من أهلك شجعك؟ حد من أهلك، من أخواتك مثلا؟ الحمد لله أهلي طول عمرهم بيشجعوني على الموضوع ده. للأسف دايما اللي حوالينا الرسم ده هتعملي بيه ايه؟ تنمر بقى ويقول لك لا ده ملوش حاجة مستقبل. ده حاجة ملوش مستقبل. انما فعلا لو دورهم بيحبطوا معنوياتنا. فاهلي بصراحة كانوا دايما بيدعموني وانه لا كملي، وبصراحة هم السبب في وصولي لحد هنا دلوقتي. يعني في حد مؤثر فعلا في حياتك؟ يعني غير اهلك ممكن حد مؤثر من الدرجة الأولى، من الدرجة الثانية، من درجات بقى يعني؟ مدرستي وأستاذتي الأبلة نوال صقر. يا بصراحة يا سلام. لا 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 لا، دي بقى عايزة تحية كبيرة بجد. أستاذة نوال صقر ده حاجة كبيرة وعظيمة، إنسانة بجد جميلة، من ضمن الناس اللي هي شجعت العباقرة دايما ليها. أيوه. دور فعال جدا، بنشكرها والله من بيت أميرة. شكرا جزيلا يعني بجد. بصراحة من لما كنت في ثانوية عامة وهي دايما بتدعمني ولحد دلوقتي. شايفاكي من بداية يعني، هي عارفة من بداية. أيوة. ان انت بترسمي. ايوه ودايما بتدعمني ولحد دلوقتي. دايما على تواصل وبتدعمني وتشجعني وما تقفليش. بتدعمنا كمان يعني. ايوه بتدعمنا كمان والله. بجد من الناس المحبوبة. هي بتدعمنا كلنا. والله من الناس المحبوبة، وتحس ان هي بشوشة كده يعني ما شاء الله. أيوة. ربنا يديها الصحة يا رب. طب في مكان معين انت بتقعدي فيه وترسمي بورتراتك ولا عادي؟ الحقيقه هو مفيش مكان معين بالظبط، بس انا بحب المكان يكون هدوء، الراحه النفسيه، لاني الرسم ده بياخد مني مجهود جامد. بحتاج ان راحه وهدوء. راحه نفسيه. ايوه لان بتاخد منك وقت كبير يعني. ايوه ايوه طبعا وقت كبير. يعني بترسميها بالرصاص الاول تمام؟ ايوه بتقعدي بقى بعد كده بالرصاص الاول. تقعدي بعد كده بقى ترسمي الصوره، بتاخد منك فتره قد ايه؟ ممكن لو صورتي انا مثلا اخذت وقت قد ايه لغايه ما وصلت للشكل ده؟ حوالي 5 6 ساعات. تمام. متواصل، شغل متواصل، ما فيش راحه. علشان قلم رصاص وبعدها الوان. ايوه الالوان بتاخد حوار شغل جامد. بقى البورتريه ده حاجه تانية برضو. ايوه بتديه لحد متخصص ولا انت اللي بتعمليه برضك؟ في اوقات بديه لحد تبعي. هو بيعمله وبيجهزه لي وبيجيبه لي على الميعاد اللي انا
اللي انا قايله له عليه. وساعات انا بعملها بايدي. في البيدج بتاعك برضك نعرضه يا جماعه. أيوة. على الشاشه يعني علشان نعرف الناس. اللوحات بقى بتضيف لك ايه في يعني بتضيف لنا ايه؟ يعني انا اهوت جايبه لوحه بتضيف لي ايه في جو المنزل؟ هات يعني ليها فعل معين او ليها طابع نفسي على الانسان؟ طبعا اكيد اللوحات عموما والالوان والرسم طول ما هي حوالينا دي ده بتديكي طاقه، بتدينا يعني طاقه ايجابيه جامده وبتضيف بهجه علينا. بتخلي عندك احساس بالحياه، في روح فعلا. ايوه. الرسم مش بس اللي بيرسم، يعني اللي بيرسم بيحبه، اللي ما بيعرفش يرسم لازم هيترسم. اللي ما بترسمش بيحب يشوفه. فالرسم ده ما فيش غنى عنه. يعني نفسك تروحي بلد ايه بقى؟ يعني انت من ضمن الناس اللي هي بتحب الرسم وكده، حابه انهي بلد تروحيها؟ تركيا بلد جميله بصراحه، مناظرها عشان المناظر بقى والحاجات التاريخيه اللي فيها، وعندهم رقي وذوق عالي قوي. ذوق راقي فعلا. يعني احنا قلنا بقى الكليه اللي نفسك فيها اكيد الفنون الجميله طبعا. كليه فنون جميله. يعني في بديل ليها او حاسه ان انت ممكن تتطوري عن اي يعني انت لو دخلتي انت دلوقتي في تجاره اللي أيوه. اعرفه تمام. أيوه. لو في تجاره وحبيتي ان انت تستمري اكتر في التجاره، ولا انت لا خلاص انا نفسي في فنون جميله يعني استمر في فني مش انا مش عرفت أساسي ان يعني انا اخد تجاره مش اساسي بقى ان انا ايوه انا عرفت ان في ممكن اقدم فنون جميله تاني بس انا مش هبطل وممكن اخد دراسات عليا برضو فنون. انما برضو مش هبطل ومش هقف وهستمر ما شاء الله في طريقي باذن الله. طب عندنا فاصل برضك، نستقبل الفاصل بصورك وجمالك. يعني ما شاء الله عندنا صور خليك. جميلة نعرضها ونقول فاصل ونواصل. رجعنا تاني في بيت اميره واللي منورانا استاذه منار، ربنا يخليكي منورانا ومنوره الدنيا كلها في ربنا يخليكي والله يا حبيبي. جينا بقى في مبادره نفسنا نعملها. في صنباط، في قريه صنباط، قريه العباقره، دايما بقول قريه العباقره لان فيها مواهب كتيره. أيوة. ومدفونه، تحس ان هي ما بتظهرش. فايه رايك نعمل مبادره يا ريت يا ريت والله باسم الناس الموهوبه، الناس الطموحه،
ونعملها باسم البرنامج بيت أميرة. يا جماعة أنا باسم البرنامج بقول أي حد عنده موهبة من أي بلد أي قرية، لأن فعلا في ناس في الكرة دافنين نفسهم مواهب رهيبة وجميلة. البيدج بتاعي لو سمحتم يا جماعة، البيدج بتاع البرنامج اعرضوه، ده البيدج بتاع البرنامج، أي حد عنده موهبة يبعت لي ويراسل لي، إن شاء الله بإذن الله هيكون معايا وضيف في قلب البرنامج. إن شاء الله بندعم الشباب، بنقول لازم كل واحد اللي عنده فكرة يطورها، مش لازم يقعد عليها، لا خلاص عندي فكرة أنا هعمل بيها إيه، خلاص بقى مفيش وقت، ده مفيش ظروف، لا الظروف جات لك. الطموح لازم تعمل يعني إيه، تجدد من روحك، تقول لا أنا هعمل وهسوي، مش كلام لا فعل، احنا عندنا الفعل كله ان شاء الله باذن الله. بيت اميره يا جماعه حصري، عايزين نحط البيدج بتاع القناه، نعمل نفعل نفسنا بقى، يعني كل واحد حابب ان هو يعرض فكرته يعرضها وباذن الله يكون معانا. استاذه منار، عايزين نعرف اكتر منك، اشتركت في كم مؤتمر، كم مسابقه، عايز اعرف اكتر. الحقيقة أنا كنت هشارك في معرض قريب تبع مركز الفنون التشكيلية بلوحة، بس للأسف هو اتلغى بسبب فيروس كورونا. ظهرت قبل كده على التلفزيون على قناة الدلتا. ده برضو البيدج بتاع البرنامج، عايزين أي حد عنده فكرة موهبة مشكلة، المشاكل اللي عند الناس يا جماعة، اللي عنده مشكلة يرسل لي على صفحة البرنامج، برنامج بيت أميرة مع أميرة شعلان، وإن شاء الله بإذن الله هيكون معانا ضيف في البرنامج إن شاء الله. معلش عذرا كملي. تمام. ظهرت قبل كده على قناة الدلتا، كان برنامج صغير وأنا كنت لسه في بدايتي، بس برضو كنت باخد جوائز كتير بسبب لوحاتي. بس يعني مفيش حاجه فعاله. لوحاتك جميله، الفيديو اصلا لمم حاجات كده، اسمها مجمع بقى، مجمع حاجات راقيه وحاجات جميله. يا ربنا يخليك. والله يعني بجد دور الناس اللي كسروا كلمه مستحيل فعلا. عملت مبادرات قبل كده؟ لا الحقيقه في مبادرات، لا الحقيقه لسه ما كانش عندي الوقت. طب علمتي اطفال مثلا في المدرسه، رحتي مدرسه مثلا علمتيهم؟ لا للاسف، بس كان نفسي. يعني نفسك دلوقتي بقى، ما طب ممكن نفسك دلوقتي نحققه، اللي نفسك فيها نحققه لك بجد. والله نفسي ان انا ادعم الاطفال دول. انا مقتنعه ان كل طفل جواه موهبه. موهبه ايوه، بس هم اللي حاسين ما بيستمروش على الموهبه دي. الاطفال لا، بس ما فيش برضك مجال ان هم ما حدش بيدعمهم، محتاجين تشجيع. يعني انت فعلا تشجيع. انت حابه ان الدوله تشجعك، هم طبعًا. حابين ان حد يشجعهم، حد أيوه. منهم حد عارف ان انا موهوب فعلا، بس كل حد يشجع. طفل موهوب، كل طفل جواه الموهبه، بس لو استمر عليها. فعلا. احنا الدنيا بتاخدنا، وما في اطفال ناس كتير ما بيستمروش، عندهم الموهبه وبتندفن. فانا مقتنعه ان كل طفل ليه موهبه، لازم بس ناخد بالنا الطفل ده بيحب ايه، عنده موهبه ايه، ونركز عليها. وبرضك من اللي انت قلتهولي ان باباكي يعني شاف الرسم لا غلط، معلش هو لا هو ما يعني كانش شايفه غلط، هو كان غلط، بس حابب ان انت تكوني ايه، يعني حابب ان انت تكوني ايه، ما هو كان شايف ان حاجه بقى بترسمي ده. أيوة. حاجه هايفه، ده مش عارف. الكل حواليا كان شايفين كده، انه ان ده حاجه ملهاش مستقبل. دي مجرد هوايه. انت حاساها مستقبل؟ طبعا اكيد فعلا. ده مستقبلي، ده حياتي. بتحب بقى انت ترسمي بجد؟ اول ما بتخلصي الرسمه بتحسي بايه يعني؟ برغم التعب وال بتبقى مجهود يعني. أيوة. انت بتقولي لي ست مجهود ساعات جامد، ومتواصل جامد يعني، مش فاصل وانا واصل كده بيبقى على طول مجهود يعني. جامد، بس برغم التعب ده لما الرسمه بتخلص زي ما انا عايزاها الحمد لله وبتبقى كويسه، بحس براحه وبنسى كل التعب اللي تعبته. ما شاء الله. ايه احلى بقى، في احلى صوره انت رسمتها وقلتي يا سلام، احلى من اللي انا كنت متخيلاه بجد؟ لا بصراحة يعني. كل مرة بتبقى أحلى من اللي قبلها يعني. كل مرة ما بتطور، ما بقفش يعني. أنت خدت كورس يعني؟ عايز أعرف برضو، ما خدتش؟ لا لا ولا ما خدتش ما خدتش كورسات خالص. ده كله مجهود ذاتي. طب حد من أصحابك مثلا كان بيشجعك بيطور منك يعني؟
الطبيعي صحابي بيشجعوني، بس هما ما لهمش خبرة قوي في المجال ده، انما اهلي طبعا ومامتي ومدرستي الجميلة نوال صقر، ربنا يخليها. والنحات الكبير نزيه رشيد، ده كان الأب الروحي ليا وساعدني كتير اني اوصل بجد. انت بدأتي من صغرك، بدأتي من امتى كده ان هو الرسم بقى الرسم الفعلي اللي هو ترسمي وتبيعي يعني؟ ابيع ده كان من سنتين، من ما شاء الله من يعني من تانية كلية وانا في اولى كلية. ما شاء الله. كان التسويق بقى، التسويق عندك عبارة عن ايه؟ عن البيج بتاعك بس، صفحتك بس، ولا أيوة كان أيوة. صاحبتك مش يعني تشوف في الصوره مثلا ديت، ده انت فعلا رسامه، طب ارسمي لي كذا. بالظبط كده. بتبقى عن طريق الكلام ولا البيج بس؟ بتبقى عن طريق البيج وعن طريق برضو صحابي ومعارفي كده يعني. يعني انا بعمل احجام، ده الحجم الصغير 25 في 35 يعني، في كمان ايوه، في حجم كبير 50 في 35، ده حجم كبير كده، الطابلو كبير. انا للاسف ما عرفتش اجيبه النهارده معايا لانه كبير قوي، حجم كبير. أيوه. بتبقى مشوار وتعب عليكي. أيوه. ان شاء الله نبقى نجيبه المره الجايه، لنا فقرات الله. كتير. طب السعر ده غير السعر ده غير السعر ده، اكيد اكيد طبعا. بس الرسمه بتكبر ولا بنفس ال؟ لا لا طبعا بتكبر، كل ما بتكبر بقى انت يعني، انا حاسه ان كل ما بتكبر بتتلخبطي اكتر ولا ايه؟ لا 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 بالعكس، لا بجد، لا لا ما فيهاش لخبطه خالص. هو بس انا بظبط المقاسات مع نفسي والحمد لله بتيجي مظبوطه يعني، المقاسات برضو ما فيهاش مشكله يعني. خلاص ماشي. الو، السلام عليكم. صباح الخير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ وليد، منور اميره، اخبارك؟ الله يخليك، شكرا استاذ وليد. حلقه النهارده موفقه وجميله جدا، موفقه في الجمعيه ممتازه، والسيده المحترمه رئيس الجمعيه دي حاجه تشرف بصراحه، استاذ منور بصراحه. متشكره جدا استاذ وليد، ربنا يخليك. اختيار موفق للفقره الاولى، وطبعا الفقره الثانيه بقى بنت بلدنا صنبات منار، الفنانه التشكيليه المتميزه بنت بلدنا صراحه، ربنا يخليك. صراحه والله حاجه رائعه جدا جدا جدا، ربنا يخليك يا رب. احييك يا اميره على المبادره اللي عملتيها من شويه، انك تعملي مبادره في منار تاخد السبق في صنبات، وان هي تبدا تعلم المدارس الطلبه الصغيرين، فتخلق روح الفنان الصغير، دي مبادره من منار ومنك، حاجه محترمه جدا واحييك عليها بصراحه، وانا معاكي برضو فيها قلبا وقالبا ان شاء الله. شكرا طبعا. شكرا، ربنا يخليك استاذ وليد. من سنه يا اميره، من سنه احنا عملنا مؤتمر في زفت اسمه ايقظ قدراتك، ده عن الرسم، عن الموهوبين، فعلا وكان أيوة. منار ومنار ما كانتش فيه للاسف، ان شاء الله نعمله بقى تاني بس في صنبات المره دي، في صنبات باذن الله، وناخد كل الكره اللي حواليكم، حانوت وكفر حانوت وشبرا ميلس، ونعمل حاجه في بلدكم تحت رعايه برضو بيت اميره ونعم استطيع ومنار، ونعمل حاجه برضو جديده، ودي مسألة ليك يا اميره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. باذن الله. متشكره جدا لاتصالك. اكلم بقى منار كده، منار اخد منار كده، منار صباح الفل. صباح النور. منوره النهارده جدا يا منار، ده نورك ان شاء الله. ليكي حلقات ثانيه معانا، وان شاء الله ليكي تواجد ثاني باذن الله، ده شيء شرف. دي تحسب لك قوي انك تقودي جيل جديد بيرسم وبيفكر وبيطلع اللي جواه، دي حاجه تحسب لك قوي ان شاء الله. تسلمي. كمل الدعم ليكي، وان شاء الله اشوفك قريبا ان شاء الله يا رب. شكرا يا مهندس، شكرا. متشكرين على اتصال الاستاذ وليد، دايما بيدعم الشباب ودايما بحرص ان هو يكون موجود في كل الافعال الخيره. متشكره لحضرتك، وبجد هي مبادره جميله جدا، هتخلي كل حد لو موهبته لسه صغيره كتير. لو موهبته لسه صغيره، ده انا نفسي اكبرها، مش هيقعد بس ايه يقول لا، طب هعمل ايه، طب هسوي ايه. فعلا فكره جميله وفكره حلوه، جت يعني في ساعتها، جت في وقتها. انا مبسوطه جدا بيها. انت علمت حد قبل كده يعني؟ واحده صاحبتك مثلا قالت لك انا عايزه ارسم، جربت معاكي؟ حاولت قبل كده ان اعلم حد من صحابي، بس ما قدرش يستوعب برضو، ما عندوش الصبر والاستمراريه. بس كل ما الواحد ايديه خدت على الرسم واستمر، كل ما هيطلع حاجات افضل. طب لو حد عنده موهبه لسه جديده عايز يشتري ادوات، ايه الادوات المخصصه للرسم يعني؟ ايه الادوات اللي مطلوبه فعلا؟ الادوات اللي مطلوبه اهم حاجه الرصاص بكل درجاته، ده اهم حاجه للمبتدئين.
بلاش يشتغل فحم على طول او الوان، الرصاص اهم حاجه. لما يتمكن من الرصاص بعد كده يفكر بقى فحم والوان، الرصاص اهم حاجه. يعني اهم حاجه بدرجاته، اهم واسهل. ايوه طبعا، يعني يبدا الاول بالرسومات اللي هي الخفيفه، يجرب. أيوة. الاول هيعرف يرسم. أيوة طبعا، ولا لا؟ كل ما ايديه اتمكنت يعني في الرصاص. يرسم ايه اول حاجه كده؟ يرسم ايه، وشوش ناس مثلا، ولا حاجه معينه تكون خفيفه يعني تكون بسيطه بالنسبه له، ترشحي له ايه؟ الاول هو مش بنرسم الوش على بعضه، بنبدا تفاصيل؟ اجزاء الاول، اجزاء. يتعود الاول على رسم العين، الحواجب. المناخير، البق، كل حاجة يتعود على رسمتها لوحدها. تمام. ايديه تاخد على رسمتها كده. تمام، ما شاء الله. وبعد كده يجمع بقى كل ده في الوش. انت بدأتي كده برضو؟ ايوه. يعني انت بدأتي زيك زيك زي اي رسام ما شاء الله طبعا. يعني الاول كانت رسومات طفولية، وبعد كده بدأت ان انا ارسم بورتريهات، وان اركز على تفاصيل العين وتفاصيل المناخير زي الحقيقة. شفتي فيديو التجاعيد. مثلا شفتي حاجات اللي على النت مثلا كده؟ لا. التفاصيل دي بتتعمل كذا؟ الحقيقه لا خالص. كل ده مجهود فعلا ذاتي. موهبه، فعلا موهبه ذاتيه تستحق التشجيع. احنا الرسامين بنشوف دايما في التجاعيد والهالات السوداء، الغمازات، كل الحاجات دي بنشوف فيها حاجات حلوه تترسم، تفاصيل حلوه تترسم. ما شاء الله. دايما الواحد لازم يعود عينيه ان هو يتفرج، يشوف المناظر الطبيعيه، يشوف وشوش البني ادمين عامله ازاي. انا يعني بيجيلك الوش بتقعدي تدققي فيه جدا جدا، تفاصيل التفاصيل، اصغر التفاصيل. ما شاء الله. التفاصيل. جاء حد قال لك مثلا انت بجد عملتيني احسن من الطبيعه؟ في بصراحه حصل. عملت حاجات احلى من الصوره كمان. ما شاء الله. انا بشكرك جدا وفرحانه بيكي، ودايما بفرح من الناس والله. اللي هي الموهوبه ديت. يا جماعه نفسنا نشجع اكتر واكتر كل حد موهوب. دايما بقول لكم كل سنه وانتم طيبين. الاول برضك دايما بقول لكم اي حد عنده موهبه، مشكله، اقتراح، فكره، معانا هيكون ان شاء الله في بيت اميره مع اميره شعلان البيتج بتاعنا. تابعونا وان شاء الله باذن الله تكون موجود معانا. انا برضو كلمه اخيره منك قبل كلمه اخيره بقى للموهوبين، للناس كلها. نفسك تكوني ايه في المستقبل برضو؟ كلمه للموهوبين والرسامين، عايز ترسم كويس، عود عينك انك تشوف المناظر الطبيعيه، المدن، الناس في الشارع. لما تكون بره ما تبصش في التليفون، لا، اتامل في الكون. بص، عشان عينيك تتعود على المناظر دي وترسم احلى. وبرده دايما الاستمراريه في الرسم، طول ما ايدينا متعوده على الرسم وماسكه الايد، طول ما احنا بنرسم كل ما هنتطور اكتر. انا كنت كده، انا كنت بادئه برسومات بسيطه خالص، مع الوقت ومع الاستمراريه ودايما يعني المحاوله. اول رسمه ليكي كانت في اولى ثانوي مثلا؟ يعني لا لا، كامل الوش. كامل الوش لا، كنت اصغر من كده كمان، كنت في الله. اعدادي. ما شاء الله. ما شاء الله. دايما عندي احساس اللي هو لازم ارسم، ودايما صحابي كانوا بيطلبوا مني ان انا ارسم لهم بورتريهات، فده كان بيشجعني ان انا ارسم تفاصيل الوش واركز فيها قوي، وان انا احاول اجيبها زي الحقيقه. ما شاء الله. ده برضو كان بيساعدني يعني. وده اللي وصلني الحمد لله للمستوى اللي انا فيه دلوقتي يعني. ولسه لسه فعلا لسه، لان الموهبه بإذن الله. الموهبه كمان موجوده عندك وبضمير يعني زي ما بيقولوا كده. انا حبيتك جدا، وحابه الصوره بتاعتي. هتجيبيها لي ولا كده خلاص؟ طبعا هعملها طابلو واجيبها لحد حضرتك. لا، ربنا يخليكي، وان شاء الله هتكون معانا في باذن الله الحلقه الجايه. هنعرضها هنا في بيت اميره عشان نعرفكم ازاي الشكل النهائي للبورتري. تمام، انبسطت جدا. لو تعرضي برضك الصوره تاني. جبت الصوره بتفاصيلها يعني، حتى بالحاجات اللي انا لابساها. هنوري الصوره وكده يبقى خلصنا فقراتنا وخلصنا البرنامج. استنونا ان شاء الله باذن الله السبت الجاي في بيت اميره. يتوحشوني جدا. في امان الله. في امان الله.